اليوم جاي اغطيكم عن مكان للعقارات مستانسه على اسمه، احلى مكان اميريتس بروبرتيز. طبعا تعرفون دولة الامارات الناس اكثر فيها، خصوصا في ظل ظروف قاهره، they called it home. لانه صراحه بيت لكل حد، السايح المقيم والمواطن. فاميريتس بروبرتيز اليوم انا جاي عندهم، وعندهم مشاريع كثيره، متحمسه اكلمكم عن مشروع لا يطوفكم. طبعا اللي يميز الامارات العقارات انهم يسوون كذا شيء، يديرون العقارات، يديرون المنشآت، يطورون. هم مطور رئيسي لكثير من المشاريع. وانا بقول لكم امارات العقارات، انا حاليا موجوده في مكتبهم اللي في عجمان، ولكنهم متوسعين في كل الامارات. عندهم عقارات، انك تمتلك ارض صار شيء وايد سهل وبسعر وايد معقول. سواء كنت تتابعني اماراتي مقيم ولا غيره، تقدر تمتلك ارض تملك حر بأسعار تبدأ من 155 ألف درهم فقط. بس للأسف 155 روحوا وخلصوا، ما شاء الله شطبوا عليهم الناس يوم عرفوا أنك تقدر تمتلك أرض في مكان حلو ومشروع جميل، خلصوهم هذي اللي ب 155 ألف، بقى 165 ألف. بس وليهمكم بعض ضبط لكم الموضوع، اللي ب 155 ألف خلصوا، اللي ب 165 ألف باقين، بس بيعطونكم بسعر 155 ألف لأول 5 أشخاص يشترون الأرض. الأرض تشتريها، الكهرباء والبنية التحتية كلها جاهزة، بس لا رسوم خدمات ولا رسوم تسجيل. في سنة واحدة تسدد على أقساط. They are very flexible. الحلو إنه في بس 150 قطعة، يعني اللي ياخذ في هذا المشروع يشعر إنه مميز. طبعاً وش عندك 1000 ولا 5000 قطعة؟ لا، المشروع بشكله ملموم وحلو وفي قطع. لو أخذت قطعة أرض من هالمشروع تكون أنت مميز فيها. معنا هني معمر، مسؤول عن المبيعات لهذا المشروع، بيخبرنا اكثر عن الاراضي المتوفره واللي راحوا خلاص عليكم. هذه الاراضي التاون هاوس، المساحه 1722 قدم، والحمد لله بعد 50% من المشروع اتباعت، والسعر كان 155. اليوم بنقدم العرض لاول 5 متابعين بنفس السعر. وعندنا في المشروع كمان نوع جديد اللي هي فيلل سكنيه تجاريه. وعندنا كمان نوع فريد في معرض عجمان، فيلل التوين هاوس، ارض مساحتها 5400 قدم، يحق لك تبني فيها فيلا واحده او تبني فيلتين متلاصقتين. يعني التو تاون هاوسز صح؟ التوين. ارض 5400 قدم تقدر تبني فيها فيلتين. حلو. طبعا الحلو في المشروع مثل ما تشوفون بدوا يشتغلون على المشروع. ناسين يخبروني اي حد جاهز بياخذ القطعه، مش لازم تخلص اقساطك عشان تبدي تبني الارض، لا عادي وانت تسدد الاقساط تبني الارض اللي تباها. طبعا موقع استراتيجي، تطلع من اكزت شارع محمد بن زايد حتى اكزت 611 اللي هو يوديك على شارع الامارات، قريب من هالمكان، يعني قريب من شارع عام ومن شارع رئيسي. واحنا جايين ابرايكم مشروع بالضبط على شارع الشيخ محمد بن زايد، هذا مشروع ثاني توهم بادين فيه، بس 10 ايام والمشروع بيكتمل. طبعا مثل ما تشوفون الفلاجز مال الامارات العقارات، ما شاء الله مزين المكان، عندهم مكتب كذي صغنون هني برتقالي، وقطع الارض موجوده هناك. 10 ايام وتكون جاهزه. تبون تستفسرون عن هالمشروع، بعد هذا مشروع اخر للامارات للعقارات موجود.